السلام عليكم الخوت ديالنا، الاخوات ديالنا، المتتبعين ديالنا. معكم واحد الشهيد تبارك الله، طلع عندنا جديد ها هو كتشوفوا فيه دابا. هذه واحد الطريق فيها 10 متر داخله على الغودرون، كورومتر وشويه. هاد البلاد ملكيه تبارك الله، حره راها، هي ما محروتهاش. خلينا زنيق سارحين فيها، بلاد زوينة تيا، صبطية زربية مخيرة مليحة. قريبة الخميسات الشاوية، خميسات الشاوية، طريق مراكش، سطات قليم سطات، ملكية حرة، الثمن ديالها 9 مليون الهكتار. برعة من داك الطراز العالي، القودرون راه، الجامع، القودرون، بعيدة من القودرون بحال الكورومات ونص. كورومتر ونص، كورومتر شويه، هي هادي اللي كتشوفو فيها. زوينه، بلاد مخيره، بلاد معتبره، واطيه الزربيه مليحه، برا الدوار حداها ملي هي هادي. هاهي بلاد ما عندي ما نقول، داك الطراز العالي مخيره، خارج على خميسات 5 كورومتر، داخله على القودرون. كتسمعوا فيا الاخوان ديالي، داخله من القودرون كورومتر ونص، خميسات الشاويه 5 كورومتر، القودرون داخل عليه كورومتر ونص، أقل من كورومتر ونص. هي هادي تبارك الله، هي برعة مخيرة، بلاد من داك الطراز العالي، زوينة رخيصة، أقطار وخدام، ملكية حرة، 10 مليون ونصف، الثمن ديالو الأخر بدون نقاش، نقاش مكاينش. ناقشنا مع مولاه قال 12 قطار، قلنا ليه والو، إلا غتحسب ليه 9 القطار، ناقشنا قبل منكم، تبارك الله، اللهم بارك. ها هي المشاهدين ديالنا، المتتبعين ديالنا، واللي شاهدنا ويشوفنا ويجي عندنا ومرحبا به، ونوريوها ليه ان شاء الله تبارك الله. هذيك تعد على قليل سطات، خميسة الشاوي، طريق مراكش، هذا على خميسة الشاوي 5 كورومتر، القودرون كورومتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.